بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا اليوم تكامل دي اكس على اكس قوس اكس تربيع زائد اكس زائد واحد. لو جينا حل القوس دول اللي هو اكس تربيع زائد اكس زائد واحد عشان نحلله، هنقول اكس الواحد جاي من واحد، من واحد موجب جينا اكس تربيع زائد اتنين اكس زائد واحد. اما هنا دي اتنين اكس هنا اكس، يبقى ما ينفعش ايه يتحل. طيب نعمل ايه؟ شوف عندي الكسر اللي عندي واحد على اكس في اكس تربيع زائد اكس زائد واحد، ده هيساوي عندي هنا من الدرجة الاولى هنا من الدرجة التانية اللي هي اتنين، يبقى عندي ثابت وهسميه الفا على اكس زائد الكسر التاني هو اكس تربيع زائد اكس زائد واحد. دي عندي الكسر دي من كام؟ من الدرجة التانية اللي هي اتنين، يبقى لازم البسط من الدرجة الاولى، يبقى يساوي بيتا، لازم هنا يكون اكس زائد جاما. لما واحد المقامات يبقى الالفا هتضرب في اكس تربيع زائد الاكس زائد الواحد، والاكس تضرب في كام؟ في البيتا اكس زائد جاما على اكس في اكس تربيع زائد اكس زائد واحد. يبقى الواحد اللي هو البسط هيساوي عندي الفا اكس تربيع زائد الفا اكس زائد الفا زائد بيتا اكس تربيع زائد جاما اكس، هيساوي الفا زائد بيتا اكس تربيع زائد الفا زائد جاما في اكس زائد الفا. يبقى عندي ان الالفا الوحدة هتساوي الواحد، الفا هتساوي واحد. اول حاجة الفا زائد جاما هيساوي صفر، الفا زائد بيتا هيساوي صفر، يبقى الجاما هيساوي ناقص واحد، والالفا كمان هتساوي ايه؟ ناقص واحد. البيتا هتساوي ناقص واحد. يبقى الكسر اللي عندي يتحول، يبقى التكامل يتحول لتكامل الفا واحد على اكس زائد بيتا ناقص واحد ناقص واحد في اكس ناقص واحد على اكس تربيع زائد اكس زائد واحد دي اكس. اوكي، طيب اول حاجة عندي تكامل واحد على اكس بيبقى لين مقياس اكس، اخد من هنا ناقص، يبقى ناقص تكامل اكس زائد واحد على اكس تربيع زائد اكس زائد واحد. طيب اكتب هنا، انا عايز هنا البسط اخليه اتنين اكس زائد واحد. ازاي؟ هنشوف هنعملها. يبقى عندي ازاي لين اكس ناقص تكامل عندي، يبقى اتنين اكس، انا عايز اتنين اكس زائد كام؟ زائد واحد. طب لو ضفت واحد وعملت هنا نص،
وكأنها 2x + 2 على نص، اللي هي كام؟ بل ما غيرتش أي حاجة. طيب على طيب نكمل بقى، يبقى عندي لين اكس ناقص تكامل نص تكامل 2x + 1 على x³ + x + 1 زائد 1 على دي كله دي اكس، واقفل القوة. اكمل يبقى لين مقياس اكس ناقص نص اطلعها برا، يبقى عندي تكامل 2x + 1 على x³ + x + 1 زائد دي اكس زائد تكامل 1 على دي، وانا هعمله مربع كامل ازاي؟ يبقى اكس زائد اخد من هنا النص، يبقى اربعه زائد كام هنا حطها افك دي، يبقى عندي x³ + ربع زائد اكس الاول في التاني في 2 زائد ربع زائد كام هنا عشان تدينا 1، يبقى زائد 3/4 زائد الربع يدينا كام؟ 1. يبقى احط هنا 3/4 ده كله ايه دي اكس، واقفل القوس اللي عندي. يبقى عندي لين اكس ناقص نص دي البسط مشتقة المقام، يبقى لين المقام زائد هنا هي تان ماينس 1 اكس زائد نص على جذر 3/2 واضرب في هنا في 2 برا على جذر 3 زائد الثابت، يبقى انا هعوض هنا، يبقى لين مقياس اس اكس ناقص نص لين مقياس x³ + x + 1 ناقص 1 على جذر 3 الاتنين تروح مع الاتنين، يبقى ادينا 1 على جذر 3 تان ماينس 1 اكس زائد نص على جذر 3/2 زائد ثابت، ودون التكامل اللي عندي. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا، واشوفكم ان شاء الله مع فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.